برمكية صايرين براسي حميد. لا تحسب سوال في الدين، كل شو ما تعرف شو ما لنا هم، أصلي وصوم وأقرأ وأكتيب شبية والطيم، الله وكيلكم. يجوز أحسن منكم، أنا متدين، حرام علي بالحرب وحق هذا الصباح. تعالوا لياي، الحكومة العراقية صارفة 3,450,000,000 إلى 115 نائب، المن ذني رايحين يحجون بهن، ذني الفلوس مالات من، ذني مال المعوقين، مال الفقراء، مال المساكين، مال العوائل المتعففة، مال الشهداء، مال الناس المظلومة المهمشة الماكول حقها، ماخذينهن حضرة النواب رايحين يحجون بهن. يعني لهيك درجة وصلتوا بأن الشعب مغفل؟ خوش الشعب هالسعوفة، الله ما يعرف غير انتم رايحين لله البيت. الله خوش ايش تقول لله رايح؟ اللهم اغفر ذنوبي، انا جايك بفلوس الفقراء. ها تضحك علي انت؟ انت علي من السولفة هاي؟ السولفة على المواطنين، على دولة اللوقية اللي يطبلون لك، لان لا سولفين حجتك الله لا يوفقك بيها، وغير بريء الذمة الى يوم يبعثون، لان ذني انا الي حصة بيهن. شو تقولون توصل حشته بالذمة؟ توصل؟ قسما برب الكعبة ما توصل حشتك، والله لا يوفقك، ولا يوفق اللي باكر منتج وماك الطب للعراق ويجي يسلم عليك. ولد رايح بفلوس الفقراء والمساكين يريد يحج، ها والأخيال قدامك انت، قدامك حميد العراي، غير الله قدامك، بس الصوت بيك مو بيك، بهذول اللي منتف، دول السياب رؤساء السعودية المفروض. يلا 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 حرامية جايبين الباب وجايبين الحج، يلا منا. 3,450,000,000 منحة إلى ممثلين الشعب، إلى النواب لغرض الحج. يا حج هذين قسما برب الكعبة ما توصل حجتكم، وغير بريئين الذمة إلى يوم يبعثون يا مناتي.